العيد ما بقالوش والمستهلك راهو يشكي، يقول لك الاسعار تاع الاضحيه راهي مرتفعه. شريت هذه الاضحيه بعشرة، درنا السواق قالوا لك السعر مرتفع. يعني الكبش هذاك اللي كان يدير 4 ملايين راه زاد ب 800، راه يدير 48. العام اللي فات لي كانت 4 ملايين، انا نشوفه فيه 52 درهم. يعني نهضر لك على سومه الجمله. الماء الحولي اللي كنا نشرو ب 5 ملايين العام راه يدير 7 ملايين، وكل اللي كنا نشرو ب 7 ملايين يدير 9 ملايين. لكن في الحاله الان ترى المنظمه الجزائريه لحمايه وارشاد المستهلك ومحيطه انه هذه العمليه تخص بعض السماسره، لانه الفضاءات الموفره لا ترقى للشروط اللي قلنا عليها. خيرات بلادي الجمعه الثالثه مساء على شروق نيوز.